مشاهدينا اهلا بكم والنشره الجويه. يسود طقس مائل الحراره شمالا شديد الحراره على القاهره وواجه البحريه وجنوب البلاد نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح شمالا مثيره للرمال والاتربه على القاهره حتى شمال الصعيد تصل الى حد العاصفه على شمال الصعيد. وعن سيناء فالطقس حار شمالا شديد الحراره جنوب النهار معتدل ليلا والرياح نشطه والبحر الاحمر معتدل الى مضطرب. وعن التوقعات الثلاثه ايام القادمه نبداها من القاهره. الأحد 20-39، الاثنين 18-32، الثلاثاء 18-33. أما عن شرم الشيخ الأحد 26-39، الاثنين 26-38، والثلاثاء 25-36. وأخيرا مع الأقصر الأحد 25-41، الاثنين 25-41 أيضا، والثلاثاء 24-40. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 20-39، الإسكندرية 19-29، دمياط 18-28، بورسعيد 20-29، العريش 19-34، رفح 19-33، الإسماعيلية 20-39، السويس 21-38، مطروح 16-25، وادي نطرون 18-35، المنصورة 20-39، طنطا 19-38، دمنهور 18-35، سانت كاترين 18-32، الغردقة 25-38، شرم الشيخ 26-39، الفيوم 21-40، المنيا 23-40، أسيوط 23-40، سوهاج 24-41، قنا 24-41، الأقصر 25-41، الوادي الجديد 20-41، أسوان 26-41، حلايب 26-35، شلاتين 25-38، أبو رماد 24-38، رأس حضربة 25-35.